ايه ده مش مسج دايجست يعني هضم رساله ده بياخد الباسورد بيهضمه الحاجه اللي بتتهضم خلاص اتفرتكت مش باينه مسج دايجست فايل ماشي ايه بقى قوه الان 5 احكي لك عليها قصه حلوه مره واحد من زمايلك كان في لاب الكلام ده من سنه ونص زميله كان قاعد هنا في الجهاز ده وزميله ليه كانت قاعده هنا في الجهاز ده ميس فاج ادم ميس فاج ادم هضمه لقيته بيقول لها باشمهندسه هي اتخضت وكلها اتخضت هي الباسورد بتاعتك ايه؟ تمام؟ ليه بقى؟ لان الباسورد بتاعتها مع الشفره حاجه كبيره قوي. طبعا هي حاطه الباسورد القويه طلعت شفره كبيره قوي. فراح باشمهندسه الباسورد بتاعتك ايه؟ مش هنسى يميها هي عملت ايه؟ راحت لفت له كده قالت له مالكش دعوه كده بالظبط مالكش دعوه. الراجل وشه جاب لون احمر واخضر واصفر وقرر ينتقم. وهي اول فكره جات له في الانتقام ان هو بعد ما هي تمشي عمل كده. راح جاي على الجهاز بتاعها عمل اشاره خد الباسورد ومتشفرته على التكست فايل وعلى الفلاش ميموري بتاعه وفي البيت راح جاي برنامج اسمه انتي ام دي 5 برنامج يكسر الام دي 5 بيكسرها ازاي بيقعد يجرب ترايلر ويقعد يجرب محاولات كده تاخد وقت طويل لغايه لما يجرب المهم البرنامج قال له اديني الشفره راح مديله الشفره قال له استني بقى وقت لما اجرب بيطلع له طيب استني قد ايه الكمبيوتر قال له سيبني 13 سنه وان شاء الله هطلعها. اداله استميت طيب طبعا الراجل جه المره اللي بعديها قال لي باشمهندس مسامح كريم الواحد ليه بيشيل في نفسه؟ فسامح مش احسن له 13 سنه عشان يكسر باسورد عشان ينتقل وعلى فكره الشاب ده بعديها بفتره قرر ان هو يدرس سكيورتي كويس دلوقتي شغال انستراكتور سكيورتي بس عشان الكاميرات شغاله مش هقدر اقول لك اي شركه كبيره هي شركه من الشركات المالتي ناشونال في التدريب شغال فيها انستراكتور سكيورتي صدمه صغيره في حياتك ممكن تاثر فيك وتخليك تكسر حد يقول لي مالكش دعوه كل واحد اللي جنبه مالكش دعوه دي ممكن تفرق معاك صدمه تفرق معاك فعلا فرقت معاك كتير ان هو قرر ان هو ايه 13 سنه شخص الباسورد انا لازم ابقى اسمي السكيورتي قرر دلوقتي بقى انستراكتور سكيورتي يعرف يكسر الباسورد دي لو بقى اقل من كده بكتير اوكي معاه تولز وافكار وفاهم اكتر في السكيورتي عشان ايه يعمل حاجه زي كده بما فيك دي لا ما فيكش لغايه دلوقتي قال لي انا خلاص قلت زي ما احكي لك بص هو نورمالي هي بتاخد وقت قد ايه عشان تكسب هو بص اولا كان صوتها صعبه جهازه كان ضعيف جدا والبرنامج اللي جاي ممكن يروح جهاز برنامج مش انتليجنت فقعدوا طويل نورمالي على كمبيوتر عادي فك الشفره دي بياخد 50 يوم مش كده ريكومنديشن باي سيسكو وغيرها انك تبقى تغير الباسورد كل 30 يوم كل 49 كل 49 يوم ليه بقى كل 30 يوم؟ عشان تاخد فرق ليه؟ هو بياخد 50 يوم عشان يكسر الباسورد على ما يكسرها انت اصلا غيرتها يجي يعرف الشفره الجديده بتاعته يجي عشان يكسرها تكون انت غيرتها مره ثانيه تلاقيه زهق فعشان كده ايه هو ريكومنديشن تغير فعلا كل شهر لكن طبعا احنا مالناش كده عشان كده بيعمل الباسورد ساعتها بتبقى في خطر لو في حد عارف يجيب الشفره دي هو اللي يجيب الشفره دي يجيبها منين؟ مهندسين الشبكات عندهم مشكله فعلا بيحاولوا دايما بيحبوا دايما لما بيعملوا شغلانه مهمه يحتفظوا بتذكار يعني تلاقي لما بيعمل راوتر مهم عمل عليه كونفيجريشن صعبه ياخد نسخه من الكونفيجريشن عشان لو احتاجت تعملها تاني تبقى عندي نسخه من الكونفيجريشن اعدل فيها كده وابقى ايه خلصت الشغل. بيستسهل يعني يقول لك انا لسه قاعد افكر الكونفيجر ازاي انا اخد كوبي وبيست من الكونفيجريشن نحطها على الفلاش ميموري بباسورداتها. لما الفلاش ميموري دي انا حاططها على اللابتوب، اللابتوب ضاع للاسف لو هاكر او واحد يعني شرير هو اللي عثر على الفلاش ميموري او اللابتوب ده وفتح ولقى الكونفيجريشن دي ممكن ساعات يستخدمها وحصلت مره مع تي داتا من سنين. يعني حصلت مره مع احد الباشمهندسين خد نسخه من الكونفيجريشن حطها على اللابتوب بتاعه واللابتوب بتاعه سرق هم لقى الراوتر اللابتوب ده لقى واحد فتح اللابتوب دخل المعلومات اللي عليه المهم واحد طلع هاكر راح خد الباسورد وراح ضرب راوتر من الراوتر بتاع تي داتا كانت فيها مشكله كبيره ساعتها عليه وبقى ريكومنديشن طبعا سيب الباسورد تشفر وبغيرها كل فتره طيب المهم كده بص احنا عملنا ايه تاني كل اللي عملناه لغايه دلوقتي حاجات بسيطه قوي سمينا الراوتر تمام عرفنا كده الشغل طبعا بس عشان كده بحكي لك الحكايات دي انت ممكن تكون تحتفظ على نسخه الكونفيجريشن على اللابتوب على فلاش ميموري وضاع وبعدين لقيتها ما انا بص بشوف الفلاش ميموري لقيت مكتوب فيها كونفيجريشن فور تي داتا راوتر حلو هات لي بقى الكونفيجريشن بتاعها لقيت فيها كلمه السيف بس مش هتفرق اخدها بقى احطها بس عارف تبقى دوامه طويله طبعا بس سوء الحظ ممكن يخلي حاجه زي كده تكسر طيب المهم كده احنا شفنا عملنا باسورد وعملنا اسم بس عملنا باسورد لاني ليفل ليفل 2 نعرف ان كده اللي هيوصل على كونسول هيعرف يعمل كام كوماند 500 ليه؟ ما هو انت مش عامل باسورد غير الليفل 2 اللي هيوصل على الكونسول هيدوس انتر يمضي كونتراته الاحتراف يخش على اليوزر مود لما يبقى يكتب انيبل هيبقى يتسرع الباسورد
عشان كده لو عايز تأمن ليفل 1 كمان احسن. يعني لو عايز تعمل خط دفاع اولاني يعني قبل ليفل 2 في باسورد، قبل ليفل 1 كمان حط باسورد احسن. يعني احسن احنا نعمل باسورد للكونسول. يعني ايه بقى؟ يعني اسبريفير انك انت تروح تعمل الخطوات دي كمان. عشان كده احنا في كل شغل بنطلع الروتات من الكرتونه ونعمل فيها ايه؟ ونروح عاملين لها الحاجات دي. ايه الحاجات دي؟ سمينا عملنا له باسورد ليفل 2. طب ماشي، ما كده لو حد وصل على الكونسول هيعمل 500 شروط. احنا بقى نعمل ايه؟ نبدا ان احنا نعمل باسورد لليفل 1. تعمل ازاي الباسورد دي بتاعت ليفل 1؟ ايه معلش مين بيسال؟ يبقى مش محتاج نعمل باسورد ليفل 1. لا ما هو يستحسن تبقى عندك اثنين باسورد. ليه؟ عشان لو كسرت حته واحده تبقى الثانيه عندك بعد كده تزهق الهاكر برضه. 50 يوم يعني خليه خط دفاع ثاني. يعني خط عنده 50 يوم في 50 يوم، يعني حتى لو انت نسيت فتره انك غيرت باسورد هو لسه كسر الاولى وبعدين يحس بيجرب يكسر الثانيه. ياخد فتره. طيب المهم الباسورد اللي هي خط الدفاع الاولاني اللي هي بتاعت ليفل 1 بتتعمل ازاي؟ هي بتتعمل على الكونسول زي ما تيجي تكتب كده لاين كونسول زيرو. فاكر ايه لاين كونسول زيرو ده؟ كده عليه في اول محاضره النهارده. سوفت وير القياده والتحكم زيرو. فاكر لما ساعتها قلنا اصل حاجه بتسمى باسماء وارقام؟ سوفت وير واسم ورقم. المهم لو كتبت كده الراوتر هيفتح لك كونفج داش لاين. طيب عايزك تمشي في الخطوات دي، اكتب كده لاين كونسول زيرو وعايزك تسنس اللي بيظهر لك برضه. سنس ايه؟ عايز افكرك شباك يعني ايه؟ هاشتاج يعني ايه؟ قلنا هاشتاج يعني صلاحيات. بص الصلاحيات دي انك تكونفيجر، يبقى كده كونفيجر مش هتفرق. اكونفيجر مين؟ اللاين. اني لاين؟ كونسول زيرو بس. يعني ايه كونسول زيرو بس؟ بعض الراوترات يبقى عليها اثنين كونسول زيرو و1 مثلا. الاوامر دي هتاثر على مين بس؟ على زيرو. يعني لو الهاكر وصل على كونسول 1 مش هيلاقي الكلام ده، هيقدر يخش كده ويخترق. انت لو عندك اثنين كونسول لازم تعمل اللي جاي ده كونسول زيرو وبعدين تروح كده لاين كونسول 1 لو عندك اثنين كونسول وتعمل برضه الكلام ده. بمعنى الامر ده خلاك يفتح لك صلاحيات انك تكونفيجر اللاين كده او كونفيجريشن شويه. اللي هتكتبه هنا ده هيأثر على الكونسول بورت الاولى. لو عندك اثنين كونسول بورت ساعتها كان لازم تكتب الكوماندات دي تاني. طيب تعالى بص معايا مثلا على البروجيكتور هيتحسن ايه يا معلش فين؟ انا ليه لازم صح؟ طالما مش شو طالما مش هبيع كلمه شو يبقى ليفل 3 لازم توصل ليفل 3. طب ماشي معلش هو فرض على ليفل 3 كده؟ فرض على ليفل 3 انتوا الشو ده شو؟ اسكت هنا ولا اسكت؟ قول له كونفتي عشان تخشوا على ليفل 3. طيب لاين كونسول زيرو الراوتر حصل له ايه؟ هيديك صلاحيات كونفيجر لاين. طيب ايه الامر اللي هكتبه؟ ايوه تمام اهو. بص بقى معاك صلاحيات انك تكونفيجر لاين. يعني ايه كلمه لاين؟ سوفت وير اسمه كونسول زيرو. ازاي نقدر ان احنا بقى نخلي فيه باسورد على الكونسول عشان نقدم ليفل 1؟ سهله ايه؟ نكتب باسورد ونروح كاتبين الباسورد اللي بقى تحتيها خط يعني انا بذاكر. وعشان تفعل الباسورد عشان الباسورد يشتغل لازم نكتب له لوجن. يعني ايه لوجن؟ كلمه لوجن يعني الدخول من البدايه. تقول له الباسورد دي ما تدخلش حد على الكونسول من البدايه الا لما تعدي عليها. تاني كده الثلاث اوامر دول مالهم؟ يعملوا حاجه واحده يعملوا لك باسورد لليفل 1. فين بقى الكلام ده؟ بص بتقول له ايه؟ بتقول له يا كونسول زيرو. قال لك ايوه عايز ايه من كونسول زيرو؟ بتقول له في باسورد كذا اسال عليها اللي هيلوجن. يعني كلمه اللي هيلوجن؟ كلمه اللي هيلوجن مقصود بيها فور ليفل 1. يعني معلش السؤال ليك لو انت هتبقى بعد كده توصل على الكونسول اي باسورد في الاثنين هتسال عليها الاول؟ لو فكرنا الكونسول وبعدين نركبه بقى داخل على الكونسول كان لسه هتبدا تاني لا دي هتسال عليها الاول. ليه؟ دي هتبقى في ليفل قبل ليفل 1. يعني مش هتعرف تشوف حتى ليفل 1 الا بيه. تيجي بقى بعد كده كتبتها صح تكتب انيبل يسالك على دي
يعني دي اسمها خط الدفاع الاولي، دي بتاعت ليفل 1. كتبت ان هي بلاش تخش ليفل 2، دي باسورد ثاني. يعني بص ممكن حتى تشوف على 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 على, على, على البروجيكتور كده، يعني بص قبل ما تكتبها ركز حتى مع البروجيكتور هتستفاد قوي. مثلا باسورد قال ايه؟ قال واين كونسول زيرو، سوفت وير كونسول زيرو، انتر. قال له ايوه عايز ايه كونسول زيرو؟ قال له باسورد، وهيحط باسورد. حط لو حط كلمه سر مش ما يتروحش. هو بص هو خلى كلمه السر باسورد انتر. وبعدين الباسورد دي هدفها ايه؟ انت عايز تشغلها علشان خاطر ليفل 1 لوج ان. تمام، لوج ان معناها الدخول من البدايه، الدخول من البدايه اسال الباسورد. نختبرها ازاي؟ احنا تعودنا ان كل امر نبدو بنختبر تاثيره. يعني بنختبر تاثيره؟ دول اختبر تاثيرهم ازاي؟ لو عايز تختبر تاثيرهم لازم تلوج اوف. طب لوج اوف دي ازاي؟ حل نبقى نفك الكونسول. بدل ما نقعد نفك في القناصل احسن نعمل ايه؟ اكتب اكزيت انتر، اكزيت انتر، اكزيت انتر. بيعمل ايه الاكزيتس الكتيره دي؟ خلي الراوتر يلوج اوف. يلوج اوف فين؟ بيطلع بره ليفل 1 خالص. يعني اكزيت اي اكس اي تي. اكزيت كمان؟ ينفع عادي ينفع مكان للسيرفر الرئيسي. ينفع، بس دي هتخليك تلوج اوف مش تدفع ليفل 1، هتخليك تلوج اوف. فكده بصوا الزميل كله حصل له. بص بص ركز ايه، شوف شوف بص بص كده عمل لوج اوف كده لسه اكنه هيمضي كونترات الاحتراف. يعني بص هو واقف في لحظه، تخيل معايا واقف في اللحظه ما بين كنترول سي ولسه اليوزر مود، اللحظه اللي كانت في اول بس الكونفيجريشن موجود. اول ما هيدوس انتر عشان يمضي كونترات الاحتراف، بص هيلوج ان اهو. لوج ان بقى، يلا لوج ان اهو. اتسال على الباسورد، دي انهي باسورد؟ دي دي دي. هيدخل الباسورد دي دلوقتي شفافه اهي، لو كتبها صح هيخش على ليفل 1 اهو، داخل على ليفل 1. يجي يكتب انيبل بقى، عايز يخش على ليفل 2، لو كتبها صح كمان هيخش على ليفل 2. عندنا هي باسورد عشان تخش على ليفل 1 بدونها مش هتشوف ولا حتى ال 500 شغل، باسورد عشان تخش على ليفل 2 بدونها مش هتشوف بقيه الكوماندات اصلا. بمعنى كده احنا عملنا راوتر وهم فعلا عندنا مستويين من التامين، قبل ليفل 1 وقبل ليفل 2، او اسمها قبل ليفل 1 وبعد ليفل 1. احنا من الاول حوالين ليفل 1 اللي هو الداخل بتاعتنا. وعايزك بقى تعمل الشورن اللي خلصها، يعمل شورن تشوف ايه الكونفجريشن دي كانت فين بالظبط. انا يعني عايزك تشوف الكوماندز اللي انت كتبتها دي موجوده فين. ليه شورن بيطلع لك ايه؟ شورن ده بيطلع لك ايه الكونفجريشن اللي اتكتبت لحد دلوقتي، ايه الكونفجريشن فايل. اللي هيلاقي كلمة نور تحت، كلمة نور تحت، ده معناه إن لسه فيه بقية كونفجريشن مش شفتهاش. دوس مسافة، دوس مسافة لو عايز تشوفها. بص بقى لما داس مسافة ظهر له إن اللاين كونسول زيرو، باسورد باسورد ولوجن. هي بص أنا ستور أهو، فين بيبانوا؟ هتلاقيهم بيبانوا في آخر الكونفجريشن فايل. يعني أعمل شورت مسافة مسافة لحد ما توصل في الاخر خالص وتشوف الكونفجريشن فايل اخره، ادفع ده ستور دول في اخر الكونفجريشن مش مشفره. مع اول كهرباء، مع اول امر في السيستم. ولا هي ازمه. انا علمان. هو ما سيفتش الغول ده. غول طيب. طبعا. لوجن. لو ما كتبتوش مش هيشغل الباسورد اصلا. مش فاهم دي لازمتها ايه. ولا كده كده. لاحظ معايا بقى ان الباسورد مش متشفره. فعلا هو الاوبريتنج سيستم الاي اس ما بيشفرش لوحده غير الباسورد دي بس. ناسي الكورس بتاعنا فيه بتاع 30 40 باسورد. هيطلع بيعمل ايه؟ بيشفر دي بس اللي هي ليفل 2. اي باسورد ثانيه ما بيشفرهاش. يقول لك لو عايز تشفرها قول لي وانا بشفرها. يعني بيسيبها لك انت كادمنستريتور انك تحب تشفرها ولا لا. تاني كده يبقى اول باسورد اللي هي السيكريت دي اللي بتشفر. اي باسورد ثانيه ما بيرضاش يشفرها الا بامر منك. فعشان كده احنا محتاجين نبقى نكتب امر، الامر اللي هو بنقول بيه للراوتر ايه اللي خلاك ما تشفرش الحاجه؟
لو سمحت بقى شفراني، حاول دايما تبقى شفر في سرادك امام ايه. طيب ايه الامر اللي بينشفر؟ بص الامر ده مشهور جدا في الامتحانات، لدرجه ان انا هجيبه لك تقريبا في كل امتحان في الكورس بتاعنا عشان خاطر يعني يتهضم. ليه؟ بجيبه في اول امتحان وبجاوب انا، بجيبه في ثاني امتحان بتجاوب انت، نص ناس بتجاوب غلط، بجيبه في ثالث امتحان ربع ناس بتجاوب غلط، بجيبه في اخر امتحان كل ناس بتجاوب غلط. يعني بتلاقي مستوى غريب جدا، ليه؟ ناس ممكن مزيق السؤال، طب عندنا المايك معاك بقى، طب اهو هنجاوب غلط. تمام؟ فالامر ده بس ايه؟ هام انك انت تعرف ايه الامر؟ الامر ده لو كتبته هيخلي الراجل يشفر لك كل التصورات اللي مش متشفره. ملوش دعوه باللي متشفر. يشفر اللي مش متشفر. الامر اسمه ايه؟ طيب معلش ممكن 13 تخش معانا على كونفيج؟ ليه؟ طالما هنعمل امر ما فيهوش شغل في الاول يبقى لازم نخش على الكونفيج. تمام؟ او ليفل 3. الامر ده ايه؟ دوس باشا، دوس سر ودوس تابع. سر سب سيرفيس. سيرفيس. دوس تابع. كمل لك الكلمه. اكتب باس ودوس تابع. باس. هتطلع اختصار ليه؟ لباسورد انكريبشن. ودوس تابع. كملها لك. بص انا ليه بس خليتك تكملها بالتاب؟ اصل فيها داش كده مش اندر سكور ماينس. فبتبقى ساعات صعبه ان الناس ايه تكتب السبيلنج بتاعها صح. فاستعين استعين بالتاب عشان هو فعلا ممكن يكون بعض التونز فيها سبيلنج رخم شويه. فهي باسورد ماينس انكريبشن مش اندر سكور. تمام. بس عادي باسورد بص لا طالما فاهم من ايه كده يبقى فاهم الامر. يعني لو كنت بص يفهم الامر كان اصلي بعدين فهمها على طول. لكن لو عملت الامر بص كده مفيش. لو كتبت الرايت دي طالما فاهم هو فاهم ينفع تكملها. لو عايزك تبص بس مش كده. الكوماند مش كله باسورد بس. لو الكوماند ده كده الكوماندات دي اللي فيها باسورد بس. بس هنا قبلوك هنا سيرفيس. قبليها سيرفيس ده في اللي هو مفيش سيرفيس. طيب الامر ده بيعمل ايه؟ بمجرد ما زميلك هيدوس انتر هوب ايه اللي هيحصل؟ الكومنت ده هيشفر لك كل الباسوردات الموجوده واللي هتيجي بعد كده كمان في المستقبل. يعني الكومنت ده بيعمل ايه؟ الكومنت ده دي الاجابه النموذجيه لسؤال الامتحان. الكومنت ده بينكربت اول كرنت اند فيوتشر باسوردز. ايه المقصود بالجمله؟ الجمله دي ان اي باسورد اي باسورد اوريدي كتبت او هتكتبها كمان شويه هتتشفر بسبب تاثير الامر ده. مش احنا اتعودنا ان كل امر بنعمله بنشوف تاثيره؟ حذر فاصل. عشان تشوف تاثير ده اعمل ايه؟ حذر فاصل. اللي انت بتعمله دلوقتي عشان تشوف اذا كان فعلا تشفر اللي مش متشفر ولا لا. يعني عشان تشوف تاثير اذا كان شغل خدمه التشفير دي سيرفيس باسورد خدمه التشفير دي اقف على الشباك السارد. لازم شو من على الشباك بس ليفل 2 هتقف على الشباك السارد وتقول له شو رن. لو لقيت اللي كانت من شويه مش متشفره شفرت يبقى الامر ده اشتغل صح. اهو بصوا عدت زبطت اهو عمل شو رن. بصوا مسافه يا باشا اهو بصوا ايه اتشفرت. اللي هي كانت اسمها باسورد بتاعت الكونسول اللي كانت كاتبها باسورد اتشفرت. فبيعمل الامر ده بيشفر اللي موجود واللي جاي. شايف بالظبط كده؟ نقطة ناخدها على التشفير ده انه للاسف ويك انكريبشن. نوع الشفره دي اضعف بكتير من بتاع ليفل 2، اقوى شفره بتستخدم في ليفل 2 بس هي اهم باسورد. ايه اللي ويك؟ ايه ده؟ دي ليه شفت الثانيه كانت عامله ازاي؟ كانت اللي فيها الكاركتر الصعب قوي. اما دي كلها عباره عن حروف اكسس. ده شفره شفره ليه؟ ما تاخدش 50 يوم عشان اقل من كده بكتير. لو عامل انكريبشن اصعب. اصعب انكريبشن من ديفاين. هو اصعب واحد موجود دلوقتي هو الانكريبشن. لو عاوز اعمل على ده عايز تعمل على ده؟ لا للاسف. ايه بقى؟ لا هو اللي حصل كان ايه؟ اصل القصه هي تركيب زمان. عملوا الاول في الاتش ان بي التشفير. بعدين اخترعوا الامر ده انه يشفر. كان شفت ساعتها الموضوع ده هو الموجود. وبعدين فيرجنز جديده بدأوا يقولوا طب عايزين نشفر اقوى
لا لا حتى على الباسورد الواحد اللي هي الام دي 5 جربوها على الباسورد الاحمر ولغايه دلوقتي بقى يوسس جايز قدام شويه كيف بيخلوا الشفره الام دي 5 كله بس هي تركيبه زمنيه هو ده موجود على كل اي او اس للاسف ايه ده؟ لا هو لو انت ست ما تشيلش واحده بس انا واحده دي بس دي كانت اوريدي متشفره هو بيشفر ومش متشفر دي اوريدي كانت شفرت انا لو كنت كتبت كونسول زيرو وباسورد كونسول 1 وباسورد اه طبعا كان شغل من خلاص الامر الاخير وتطفي الجهاز وتروح بس الامر الاول ايه الامر الاخير تفتكر لي ان انت هتروح ربع ساعه بدري تفتكرها لي في مره بص الامر الاخير ايوه الامر الاخير هو ان احنا عايزين نبعت رساله ما بين كل اثنين راوتر ونشوف الراوتر اللي قدامك فهمها وبيرد ولا لا الرساله دي رساله بسيطه هل هو فعلا هنعملها بامر اسمه بينج يعني هنعمل امر لا ما بين كل اثنين راوتر اسمه بينج البينج ده بيعمل ايه بيبعت رساله اسمها هلو ويجي رد لو حصل ان الهلو دي راحت ورجع رد عارف لما معنى ايه؟ ان الهلو دي اتحولت لوانز وزيروز خدت راس خدت راس خدت راس وديل وراحت في الكابلات ورجعت يعني النتورك شغال تمام فاحنا عايزين تيست تيست بسيط اسمه بينج فالبينج ده بيعمل ايه؟ البينج ده هيطلع امر بيخليك تبعت رساله تحيه للراوتر اللي قدامك لو رد عليك يعني قبل التحيه يعني فاهم انت فهمته؟ يبقى النتورك شغاله كويس ما بين النهارده وصلت اللاب انه هيبقى بس راوتر اللاب الجاي اصعب كتير اللاب الجاي من اقوى اللابات ليه؟ يبقى كل الراوترات اللي في اللاب واصله ببعض ودورك انك انت تقوم اللاب كله ان شاء الله بس هتكون اكتسبت في خلال الفتره الجايه هذا اللاب الجاي يعني قوه شديده ان شاء الله تقدر تعملها وتسد فيها. طيب هنعمل ايه بقى؟ وصلت اللاب ده احنا هنوصل اثنين راوتر بس مين مع مين؟ راوتر رقم واحد مع راوتر رقم اثنين ماشي؟ فراوتر 1 وراوتر 2 هنوصلهم مع بعض دي كده شبكه معذور عن الباقيين مين الباقيين؟ راوتر 3 وراوتر 4 هنوصلكم ببعض حالا راوتر 5 وراوتر 6 5 و 6 من بعض راوتر 7 وراوتر 8 مين 7 و 8؟ 7 و 8 تمام راوتر 9 وراوتر 10 صح؟ 9 و 10 راوتر 11 وراوتر 12 11 11 هنا و 12 راوتر 13 مع راوتر 14 مع راوتر 14 يعني هنوصل بس كل اثنين راوتر ببعض ونجرب ان احنا نعمل بس ايه؟ البينج اللي بقول لك عليه. طب معلش بس عشان نعمل كده ايه الخطوات؟ سهله عايزين نتست بس لا لازم يكون في تيست نتست امكانيه انك انت تخلي راوتر يشوف راوتر تعملها ازاي؟ ادي راوتر وادي راوتر هتلاقي دايما راوتر من الراوترين رقمه فردي 1 3 7 الراوتر الثاني رقمه زوجي يعني هتلاقي واحد من الراوترات بتاعتك واخد الرقم الام اللي هو 1 3 معلش 3 فين 3 5 7 فالارقام دي والرقم الثاني هيبقى ايزي اللي هو رقم 2 رقم 4 رقم 6 يعني هتلاقي كل واحد فيهم اوت بص هنعمل ايه اللي فيه ده الرقم بتاعه هيبقى اوت هنبدا نشغل الوكايه بتاعته ونديها اي بي بالرقم ده الرقم ده اخر اوت واللي فيكم هيبقى رقمه ايفن رقم راوتره ايفن هيشغل الوكايه بتاعته ويديها اي بي رقم ايه؟ ازاي يعني؟ اول نختار الوكايه. طيب عشان خاطر فعلا ما ندوش خلينا نختار اول وكايه عندك. حد يقدر يطلع لنا ايه اول وكايه عنده من ليست الوكايات؟ ايه الشو اللي لو عملته هيطلع لك كل الوكايات فتقدر تختار منها اول وكايه اسمها ايه؟ شو اي بي انترفيس مفاجأة شو اي بي انترفيس بريف المكتوب ده ده اللي احنا عملناه وطلعنا ليست الانترفيس. مثلا زميل باشا عامل لنا شو اي بي انترفيس بي طبعا ممكن يقبل الاختصار او التاب شو اي بي انترفيس باختصار هيطلع لك لسته الانترفيس طيب سيبك من الايثرنتس عايزين اول وكاله ليه؟
انا يوم ما وصل راوتر براوتر كان يبقى الراوترين دول مش جنب بعض. راوترين جنب بعض فانا اعمل ليهم ايه؟ الراوتر كان هدفه ان يغير لك التكنولوجي عشان تروح لواحد. فاحنا عايزين نمثل ان فاهم اكن كل راوترين فرع شركه وهيكربطوا ببعض مش موجودين في نفس اللان. لكن انا هجيب في اللان راوترين اعمل ليهم ايه؟ هو سويتش وراوتر وكمبيوتر راوترين ليه في اللان؟ اكيد دي طالما وان فعايزين الوكات. بص السيريال بتاعته اسمها ايه؟ اسمها سيريال 0 على 0 على 0. دي اول سيريال. خلي بالك ده مش سيريال 10، دي مش 10 لان الناس كلها بتقراها غلط. معلش بيقرا ان هي سيريال 11 سيريال 12 سيريال 13. لا مفيش كده. سيريال ال سيبقى ال الرقم اللي بعد ال ده رقم السيريال بتاعك. فرقم الوكايه بتاعتك انا عايز كل واحد ينشن على اول وكايه. ليه؟ عشان انا بوصلك دلوقتي ما تلخبطش خالص. وتبدا تكونفيجر اول وكايه. بص ازاي تكونفيجر الوكايه. افعله كده انترفيس سيريال وتروح حاطط الرقم. تجيب الرقم ده منين؟ اللي هو بعد حرف ال ده الرقم. عايزين اول وكايه عندك تختار رقم. بص الراوتر بتاعك هيفتح لك مود عامل ازاي؟ هيدخلك جوه الانترفيس. بص عشان تعرف تقرا الكلام معاك صلاحيات انك تكونفيجر مش تتفرج على الانترفيس. سوري صلاحيات مش تتفرج عشان تكونفيجر مش تتفرج على الانترفيس. بصوا كتب ازاي سيريال ماشي 0 على 0 على 0. ايه الرقم ده؟ احنا لو بصينا على الراوتر انا باجي ابص على الراوتر دلوقتي هي مكتوبه كده على الراوتر. يعني الراوتر نفسه مكتوب عليها اسم السيريال كده لازم مصنع كده. فعشان كده احنا بناديها بالاسم اللي جاي على المصنع. فبتقراها من هنا وبتقراها من الشوب. بتقراها من الحقيقي الراوتر او الشوب. بص دخلك فين؟ بص صلاحيات انك تكونفيجر الانترفيس عكس صلاحيات تكونفيجر الانترفيس. الكونفيجريشن بتاعت الانترفيس هندي للانترفيس الاول اي بي ادرس. طيب هتعرف اني اي بي ادرس تاني اللي فيه كوبلايز او راوتر ايفن هيعرف الرقم الايفن اللي هو دوت 2. اللي فيه اوب هيعرف الرقم الاوب اللي هو دوت 1. يعني احنا عايزين كل اثنين مع بعض كده كانهم يعني كانهم في شبكه لوحدهم يعملوا نفس الكونفيجريشن. طيب كده ده حاجه اسمها اي بي. في سيشن 7 ان شاء الله في الكورس بتاعنا هنعرف ان الاي بي الاي بي للاسف الشديد قرب يخلص. اي بي قرب يخلص. فانا الاي بي اللي هو ليه رقم لا رقم الناس كام؟ 9 رقم. فالاي بي قرب يخلص وعشان قرب يخلص هم حفوا يلبسوه قناع عشان يطلع بكذا وش فيبان انه مش خلصان. يعني هيطلع عن الاي بي عشان ما يخلص لبسوه حاجه اسمها ماسك عشان تعرف طبعا السر ده محاضره كامله. طيب الماسك ده بيتكتب ازاي؟ لغايه لما ناخد المحاضره دي محاضره كامله هتعرف اخيرا ان الماسك ما بين راوترين بيتكتب كده. القناع ده هو اللي يخلي الاي بي لحد 2014 يخلص. يعني دي هيطلع وراها سر خطير جدا. هيطلع لازم كل اي بي تكتبه 10001 مثلا 10002 تكتب له ماسك. فمؤقتا يكتب ال 255 255 255 255 لحد ما نعرف قد مين الكلام ده.